السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ مقدما كل سنة وانتم طيبين. طبعا مش محتاجة اقول لكم ان احنا كسنوات نهائية مش بنحسدكم خالص ولا بنحقد عليكم نهائي في موضوع الابحاث ده، يعني عشان كده تلاقوا العملية متيسرة معاكم بزيادة شوية. فدلوقتي يعني طبعا ربنا يحفظكم ويعينكم، اهم حاجة تخلوا بالكم من نفسكم. ونصيحة بس على الماشي كده قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا، حاولوا تستغلوا الوقت ده في حاجة مفيدة، يعني تحفظ قرآن، تتعلم علوم شرعية، اللي عايز يتعلم لغة جديدة، تنمي الإنجليزي اللي ضايع أصلا، تتعلم أو تاخد أي كورس في أي مجال تاني أنت حابه، تنمي موهبة كانت عندك مثلا واندثرت من قديم الزمان، تعمل أي حاجة. وطبعا الطب الجميل بتاعنا برضه نديله حقه شوية، يعني الموديولات مثلا اللي أنت هتعمل عليها بحث مش هتذاكرها بنفس الإتقان اللي كنت بتذاكر بيه الموديولات اللي قبل كده لو عندك مثلا امتحان، فهتعمل إيه؟ انا مش بقول لك ذاكر، لو على الاقل just reading، تقرا بس الكلام ده، تسمع لك في اليوم فيديو او اتنين وتقرا بس بعد ما تسمع مش اكتر، هتلاقي نفسك مية مية. وكمان انت اهم حاجة دلوقتي ان انت بتكون بيزك كويس، لو كونت اساس كويس بعد كده هتطلع بالبيت بتاعك بشكل سليم. لازم أن يكون فيه اساس سليم عشان يكون فيه بيت سليم، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو عايزاك تحط في دماغك قاعدة مهمة جدا جدا، احنا مش بنتعلم علشان الامتحان. والله لو اي حد حط في دماغه اللي هو بيتعلم عشان الامتحان، حتى لو كان متميز او كان كويس في الفترة دي، بعد كده مش هتلاقيه ولا هتسمع عنه بعد كده، ولا هتلاقيه انسان كويس وشخص كويس بعد كده. ليه؟ لان هو خلاص بيتعلم بس عشان الامتحان، هو بيجي بالزق. فانت ما تخليش نفسك اللي هو بتتزق، لا، انت من جواك يكون في دافع بيحركك، مش لازم الامتحان هو اللي يحركك هو اللي يخليك تذاكر، لا، وهو اللي يخليك تتعلم اصلا. انت بتتعلم العلم ده لنفسك، مش شرط الطب بقى زي ما بقول لك كده. فانت دلوقتي بتتعلم لان هي خصوصا الطب، يعني عشان هي دي مسؤولية عليك قدام ربنا، وفي نفس الوقت امانة عليك بعد كده. المريض اللي انت هتعالجه ده ما تدوش في ده يا باشا. صحة الناس برضو مش لعبة يعني، فحاول على قد ما تقدر تستغل الوقت ده في حاجة مفيدة، تمام. نخش بقى في الموضوع بتاعنا الجميل، وهو الامبريولوجي بتاع الكارديوفاسكولار سيستم. هنسمي الله كده مع بعض ونبدأ في الديفلوبمنت بتاع الهارت. طيب دلوقتي قبل ما نخش على الديفلوبمنت بتاع الكارديوفاسكولار سيستم، عايزه بس افكرك كده بكم معلومه بسيطه. اول حاجه ان الامبريو الجميل بتاعنا ده كان في الاصل خالص عباره عن 3 layers، 3 طبقات. الطبقه الخارجيه خالص هي ايه؟ الاكتوديرم، واللي جوه الاندوديرم، ما بينهم الميزوديرم. الاكتوديرم هنا في الرسمه اللي قدامك اللي هو الديسك الاحمر ده، والديسك البامبا هو الاندوديرم. ما بين الديسك الاحمر والديسك البامبا اي الاكتوديرم والاندوديرم هتلاقي في النص الميزوديرم. طيب برضو كنت خدت قبل كده ان الاكتوديرم ده بما ان هو بره خالص فيعمل لك حاجات زي السكن والهير والنيل والحاجات دي كلها، والاندوديرم بما ان هو برضو جوه خالص فكان بيعمل ايه؟ كان بيعمل الابيسيليوم بتاع التونسلز، السايموس، الفارينكس، اللارينكس، الحاجات دي كلها، تمام. وكان كمان الاندوديرم بيشارك في تكوين البارينكيما بتاع بعض الاورجنز زي الليفر، البنكرياس، التونسلز، تمام. اهم حاجه بقى الميزوديرم الجميل بتاعنا ده كان بيعمل لك حاجات زي ايه؟ زي المصل، كونكتيف تيشو، بون، كارتليج، بلاد، ليمف، الحاجات دي كلها ولا تهمني خالص، تمام. سواء كان بتاع اكتوديرم اندوديرم، ميزوديرم بقى اللي انا يهمني فيه ان هو بيعمل لي حاجات زي ممتازين الكارديوفاسكولار اورجنز. يعني الكارديوفاسكولار سيستم اللي احنا هنتكلم عليه ده منشأه منين؟ من انهي طبقه؟ من الميزوديرم. دلوقتي احنا عايزين نحدد معالم الشكل اللي قدامنا ده. زي ما قلت لك ان انت عندك تراي لامينار ديسك، يعني ثلاثة ديسكس اللي هو الاكتوديرم والاندوديرم وما بينهم الميزوديرم من جوه. لو جيت تبص على الديسك بتاع الاكتوديرم والديسك بتاع الاندوديرم هتلاقي فيهم اتنين من برينس كده لونهم اسود اللي هما الدوائر السوداء دي. الدايرتين السود دي دول الدايره اللي هي قدام ناحيه الهيد بنسميها اوروفارينجيال ميمبرين، والدايره اللي هي ورا بنسميها كلواكال ميمبرين. ما علينا. دلوقتي لما تيجي تبص على الديسك اللي هو البامبا ده هتلاقي الفتحتين بتوعك اللي هما الاوروفارينجيال ميمبرين والكلواكال ميمبرين ورا، هتلاقي ما بينهم كده خط في النص كده، ده النوتو كورد. النوتو كورد ده هيكون لي فيما بعد السينس. ما علينا برضو. كل حاجه ما علينا، هو يعني الموضوع في الاخر مش هتلاقي فيه حاجه. فدلوقتي لما تيجي تبص على الحته او الجزء اللي هو قدام الاوروفارينجيال ميمبرين، مش احنا قلنا
قلنا ان النقطة دي هي دي الاوفرينجيال ميمبرين. لما تيجي تبص قدامها هتلاقي حرف كده واي تشيب. الواي تشيب ده بنسميه انتر امبريونيك سيلوم. سيلوم يعني ايه؟ سيلوم يعني كافيتي. ما علينا برضو. ما الانتر امبريونيك سيلوم ده اللي يهمني فيه الترانسفيرس بورت بتاعه، الجزء اللي هو ده كده، بنسميه ايه؟ بنسميه بيري كاردياك ساك. يبقى الجزء الترانسفيرس من الوايت شيب اللي هو الانتر امبريونيك سيلوم بنسميه بيري كاردياك ساك. طيب خلي في دماغك بيري كارديال ساك، قدام البيري كارديال ساك دي هتلاقي ايه؟ كتلة خضراء كده. الدايه الخضراء دي بنسميها ايه او هي عباره عن ايه اصلا؟ بيقول لك دي عباره عن شويه خلايا هتكون لك الكارديو فاسكولار سيستم فيما بعد. شفت بقى؟ طب الخلايا دي اسمها ايه؟ بيقول لك ان هي اسمها انجيوجينيك او انجيوبلاستيك، اللي هي مصنعه للكارديو فاسكولار سيستم، فبنسميها ايه؟ انجيوجينيك او انجيوبلاستيك كلاستر اوف سيلز. تمام كده. يبقى اهم حاجه هطلع بيها من الرسمه دي البيكارديكس ساك اللي هو الترانسفيرس بورت بتاع الانتر امبريونيك سيلوم، بالاضافه للكتله الخضراء دي اللي هي الانجيوجينيك الانجيوبلاستيك سيلز اللي هي كون لي الكارديو فاسكولار سيستم. طيب تمام، نيجي ناخد شكل تاني اللي هو ده كده. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده هنطبقه هنا على الرسمه دي اهو. بص معايا هنا كده، يعني نقرب السوق اكتر. بص دلوقتي هنا هتلاقي الخط الاصفر اللي هو جوه ده مش واضح قوي، ده الاندوديرم. تمام. طب هتلاقي كده الخط او العمود اللي هو احمر ده اللي هو النوتوكورد. فوق النوتوكورد هتلاقي مين؟ الجزء بتاع الجنين اللي هو الدورسال بورت. معنى كده ان ده الفنترال بورت بتاع الجنين وده الدورسال بورت بتاع الجنين. تمام. لما تيجي تبص بقى قدام هتلاقي ان الاوفرينجيال ميمبرين اللي كنت بقول لك عليه اهو، بص الاوفرينجيال ميمبرين فين اهو. كنا بنقول ان قدام الاوفرينجيال ميمبرين هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ المنطقه بتاعتنا البيريكاردياك كافيتي او البيريكاردياك ساك، وكمان الهارت تيوب او الانجيوجينيك او الانجيوبلاستيك سيلز اللي هتكون لي فيما بعد الكارديوفاسكولار سيستم. فلما تيجي تبص معايا هنا هتلاقي ان البيريكاردياك كافيتي اهو اللي هو باللون الابيض ده هتلاقيه ايه؟ دورزل لي الهارت تيوب او دوزل دي الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز اللي هتكون لي كارديو فاسكولار سيستم. ده ايه؟ قبل ما يحصل فولدنج. يعني دلوقتي ايه؟ الثلاث طبقات عندي مفرودين اهم كده اهو. تمام. بعد كده لازم يحصل فولدنج، الجنين ده او الطبقات دي لازم تتطبق كده علشان تكون لي شكل الجنين. ما هو مش هيتني كده مستقيم، لا لازم يكون كده، لازم يكون الجنين كده. فيحصل كده ازاي؟ لازم يحصل فولدنج، الطبقات دي تتطبق على بعضها وتتني. طيب دلوقتي زي ما بقول لك كده، انا بقول لك الوضع ده قبل ما يحصل الفولدنج. اللي عندي هتلاقي البيكارديال كافيتي بيقع دورسال او فوق مين؟ الهارت تيوب او الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز. تمام. طيب انا بس بوضح لك الرسمه اللي قدامك علشان لما نيجي نتكلم يبقى ايه انت فاهم كل حاجه. طيب دلوقتي الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز دي عايزين نعرف عنها ايه؟ اول حاجه هي جايه منين اصلا؟ يا باشا انا بقول لك ان الكارديوفاسكولار سيستم بتاعنا جاي من الميزوديرم، وانا بقول لك ان الانجيوجينيك سيلز هتكون لي الكارديوفاسكولار سيستم، يبقى طبيعي يكون السورس بتاع الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز هو مين؟ الميزوديرم. ممتازين. طيب انهي جزء في الميزوديرم؟ يعني هو بيدقق قوي، يعني الميزوديرم ده ليه كذا جزء. الانجيوجينيك سيلز دي طالعه من انهي جزء؟ من حاجه اسمها السبلانكينيك ميزوديرم. لو جيت تبص معايا هنا هتلاقي زي ما انت شايف كده، بص يا باشا عندك حاجه اسمها السوماتيك ميزوديرم، انا مش عارفه باراكسيال ميزوديرم، انترميديات ميزوديرم، سبلانكينيك ميزوديرم. دلوقتي السبلانكينيك ميزوديرم اللي هو انهي جزء؟ اللي هو الجزء ده اه اللي مش هقول لك عليه ده. تمام. هو اللي هيكون لي ايه او هو اللي هيطلع منه الانجيوجينيك او الانجيوبلاستيك سيلز اللي هيكون لي الكارديوفاسكولار سيستم. يبقى دلوقتي انا طلعت من النقطه دي بحاجتين، معلومتين، ان الانجيوجينيك سيلز دي جايه منين، وكمان بتقع بالنسبه للبيكارديك ساك ايه؟ ايه علاقتها بالبيكارديك ساك؟ جايه منين؟ قلنا اللي هي جايه من السبلانكينيك ميزوديرم اللي هو ده كده. تمام. طيب بتدي او بتقع بالنسبة للبيريكارديك ساك فين؟ في الناحية الفنترال، لأن البيريكارديك ساك بيكون دورسال ليها. تمام كده؟ تمام.
طيب نيجي بقى نبص ايه اللي حصل بعد ما حصل فولدنج. مش انا قلت لك ان الامبريو ده او الطبقات دي مش هتتنيها بس كده ستريت، لا لازم نحصل لها فولدنج علشان كل سيستم يرجع للمكان بتاعه المظبوط. يعني لو جيت تبص قدامك على الرسمه دي هتلاقي ان الاوروفرينجيال ميمبرين كده بقى قدامه الكارديوفاسكولار سيستم. ازاي يا باشا؟ البق بتاعك هيبقى قدامه الكارديوفاسكولار سيستم؟ لا طبيعي، لازم يحصل فولدنج، فبالتالي السيستم بتاعنا الجميل اللي هو الكارديوفاسكولار هيرجع لمكانه اهو زي ما انت شايف قدامك اهي الاوفرينجال ميمبرين اهي. تمام، الجزء بقى ده كده هيحصل له فولدنج اهو، يتني كده. فلما يتني الموازين هتتشقلب، ايه اللي هيحصل؟ اللي تحت هيبقى فوق واللي فوق هيبقى تحت، يعني اللي الدورسال هيبقى فنترال واللي فنترال هيبقى دورسال. دلوقتي زي ما احنا قلنا ان الهارت تيوب دي او الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز كانت بتقع فنترال للبيكاردياك سيل، فلما تيجي تبص على الشكل ده كده ايه اللي حصل بقى هنا؟ بص يا باشا الهارت تيوب اهي، الهارت تيوب كده ده بقت دورزل للبيكارديك ساك. ايوه، ما انت عملت فولدنج بقى للجزء اللي قدام ده، شقلبته زي ما قلت لك، اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق، فالهارت تيوب هنا بقت دورزل للبيكارديك ساك. يبقى دلوقتي لما يجي يقول لك ايه هو موقع الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز، هتقولي والله على حسب، قبل الفولدنج ولا بعد الفولدنج؟ لو قبل الفولدنج فهي كانت بتقع فنترال للبيكارديك ساك، لو بعد الفولدنج فهي بتقع دورزل للبيكارديك ساك. اخر معلومه او ثالث معلومه عايزين نعرفها عن الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز، اللي هي بتعمل لي ايه اصلا؟ انت عماله تقولي لي هتكون لي كارديو فاسكولار سيستم، فين بقى الكارديو فاسكولار سيستم اللي هي هتكونه لي؟ بروح عليا يا باشا، هنتكلم اهو مع بعض. دلوقتي الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز زي ما كنت بقول لك، دلوقتي هي الهارت تيوب دي هي الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز، عملتها الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز، بس في حاجه ناقصه. ايه هي؟ ان الهارت تيوب اللي قدامك دي في الاصل يا باشا ما كانتش واحده بس، لا ده كانوا اتنين هارت تيوبس. الانجيوجينيك سيلز دي عملت لي اتنين هارت تيوبس، لما حصل فيوجن للاتنين هارت تيوبس كونت لي هارت تيوب واحده بس اللي انت شايفها قدامك. تمام، يبقى تلات معلومات دلوقتي عن انجيوجينيك كلاستر اوف سيلز. اول حاجه ان هي جايه من السبلانكينيك ميزوديرم، تاني حاجه موقعها بالنسبه للبيكارديك ساك، تالت حاجه تقول لي اللي هي كانت بتكون لي اتنين تيوبس حصل لهم فيوجن بقوا حاجه واحده فيكونوا لي ايه؟ الهارت تيوب. الهارت تيوب بتاعتنا دي، ثواني نجيب لك رسمه تانيه اهي، فاكر الكتلة الخضراء اللي احنا كنا بنسميها ايه؟ الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز. هنا زي ما انت شايف كده بتقع فين بالنسبة للبيكارديك ساك اللي هي قدامها دي؟ بتقع ايه؟ ممتازين، دورزل للبيكارديك ساك، لان ده زي ما انت شايف كده حصل فولدنج اهو، حصل فولدنج للامبريو، فبقت بتقع دورزل للبيكارديك ساك. تمام كده. طب دلوقتي زي ما قلت لك ان هي تديك اتنين تيوبس، هيعملوا لك هارت تيوب واحدة بس اهي، الهارت تيوب اللي هي الخضرا دي. طب الهارت تيوب دي يا باشا عباره عن ايه، او انهي جزء في الهارت اصلا؟ مش انت عندك ان الهارت بيتكون من كذا جزء اللي هو الاندوكارديوم والمايوكارديوم والابيكارديوم، ومن بره خالص الساك اللي هي الايه البيكارديك. تمام، دلوقتي الهارت تيوب دي هتعمل لي الاندوكارديوم. تمام، يبقى الانجيوجينيك كلاستر اوف سيلز هتديك اتنين هارت تيوبس هيتحدوا مع بعض يديك هارت تيوب واحده اللي هي الاصل بتاع الاندوكارديوم بتاع الهارت بتاعك. طب لو جيت تبص حوالين الهارت تيوب هتلاقي كده شويه سيلز كده، شويه ايه نقط خضراء، دي بنسميها ايه؟ بنسميها مايو ابيكارديال مانتل، بنسميها ايه؟ مايو ابيكارديال، مايو ابيكارديال مانتل. يعني ايه؟ مش انا بقول لك يا باشا ان الهارت تيوب دي هي الاصل بتاع الاندوكارديوم؟ طب يا باشا فين باقي الطبقات بتاعه الهارت؟ مين اللي هيكون لي المايوكارديوم والابيكارديوم والبيريكارديوم؟ مين اللي هيعمل لي ده كله؟ المايو ابيكارديال مانتل، تمام، اللي هي ايه؟ اه هي دي شويه الخلايا دي بنسميها ايه؟ مايو ابيكارديال مانتل، هتديك المايوكارديوم وهتديك الابي كارديوم. طيب دلوقتي بقى عند مين؟ البيريكارديوم. مش انا اقول لك يا باشا قلت لك في الاول خالص ان انت عندك تجويف اسمه البيريكاردياك ساك؟ يعني بص على الرسمه دي اهي، دلوقتي الدايره دي هي الهارت تيوب، هو واخد كات سيكشن يعني اسمه كات سيكشن. تمام، فظهر الهارت تيوب على شكل دايره وحواليها ايه؟ وحواليها النقط دي، النقط اللي حواليها دي هي دي المايو ابيكارديال مانتل اللي هتعمل لي المايوكارديوم وهتعمل لي البيكارديوم. لما تيجي تبص على التجويف الجميل بتاعنا ده هو مين؟ البيكارديك ساك. البيكارديك ساك بقى هو اللي هيكون لي
البيريكارديوم. اهو بص ايه اللي هيحصل بقى بعد ما حصل فولدنج، واثناء لما بيحصل فولدنج البيريكاردياك ساك اهي، بص اهي الشكل بتاعها ده بقى اتغير كده ليه؟ علشان يحصل انفاجينيشن لباقي طبقات الهارت، علشان طبقات الهارت اللي باقيه اللي هي الهارت تيوب اللي هي الاندوكارديوم والمايوكارديوم والابيكارديوم اللي حواليها يندمجوا ويحصل لهم يعني ابتلاع او يحصل لهم انفاجينيشن جوه البيريكارديوم. اهو بص الرسمه اللي بعدها اهي، بص البيريكارديوم حاطط الهارت تيوب بالسيلز اللي حواليها ازاي؟ تمام كده اظن الصوره ايه وضحت اهي. بيقول لك ايه الحاجات ايه بعد ما حصل اصلا فولدنج وانفجينيشن ومش عارفه ايه، هتلاقي ان الدايره الخضر اللي جوه دي هي مين؟ الاندوكارديوم اللي هي الهارت تيوب او تو هارت تيوبس اللي اندمجوا بقى واحده بس هارت تيوب، وحواليها مين؟ المايوكارديوم اهي اللي هي جايه من المايو ابيكارديال مانتل، وبعد كده الابيكارديوم اللي هي الفيسرال بيكارديوم، وفي الاخر خالص مين؟ البارتل بيكارديوم. تمام. وطبعا يعني انتوا عارفين ان البيريكارديوم يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزئين، جزء فيسهول اللي هو الابيكارديوم وجزء بارايتال. يعني انا بقول بيريكارديوم على قصدي بيه البارايتال بيريكارديوم، اما الفيسهول بيريكارديوم فهو ايه؟ الابيكارديوم. تمام كده. طيب لو جيت تبص على الشكل اللي موجود قدامك ده هتلاقي كاتب لك ايه؟ The primitive heart tube. طيب مين هو اصلا ال primitive heart tube؟ والله يا باشا هو بيتكون من جزئين، يعني الجزء الاساسي بتاعنا اللي هو ال heart tube بالاضافة ليه شوية السيلز اللي كانوا متبعطين حواليه اللي كنا بنسميهم ايه؟ مايو ابيكارديال مانتل. يبقى دلوقتي ال primitive heart tube ده متكون من جزئين وعرفناه. طب ليه شكله بقى عامل كده؟ ال heart tube بتاعتنا في الاول كانت مستقيمة، ايه اللي حصل فيها؟ حصل شوية dilatation وشوية constrictions زي ما انت شايف كده. فقسمت لك الهارت تيوب دي لخمس اجزاء. ايه هي؟ اول جزء خالص بنسميه ايه؟ truncus arteriosus. بنسميه ايه؟ truncus arteriosus. هنتكلم عن كل جزء بالتفصيل، بس ايه اعرف بس الاسامي في الاول كده عشان بعد كده تكون بالنسبه لك سهل. الجزء الثاني بنسميه ايه؟ bulbus cordis. bulbus cordis. بعد كده الجزء الثالث بنسميه primitive ventricle. الجزء الرابع اتريوم، بريمتيف اتريوم ماشي. الجزء الخامس ساينس فينوسس. تمام كده. نقول تاني ترانكس ارتيوزس، بلبس كوردس، بريمتيف فينتركل، بريمتيف اتريوم، اند ساينس فينوسس. طيب دلوقتي الخمسة تشامبرز دول اللي انا قلت لك عليهم اللي هم بيكونوا الهارت تيوب هيحصل فيهم ايه؟ اكسبانشن وديليتيشن، وهيكبروا في الحجم عشان يدوك في الاخر ايه؟ الهارت بتاعك. طيب وهم بيكبروا في تشامبرز هتكبر يعني بسرعة اكبر من التشامبرز التانيين، ولا كلهم هيكبروا بنفس الحجم؟ لا مش كلهم هيكبروا بنفس الحجم، ده في اتنين تشامبرز يعني هيكونوا ايه؟ شاذين عن الباقي وهيكبروا بمقدار اكبر من الباقي، اللي هم مين؟ البلب سكوردس وكمان البريمتيف فينتريكل. لما يكبروا بسرعه اكبر من باقي التشامبرز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بند، هيحصل انسناء في الهارت تيوب بتاعتي اهي، لان دولت اكبر او بيكبروا بسرعه اكبر من باقي الاجزاء. فهتلاقي الحرف اليو شيب ده اتكون في الاول. اليو شيب ده عباره عن ايه؟ نفس الكلام، نفس الخمسه تشامبرز بتوعنا، بس الاثنين الشامبرز اللي هم عملوا لي البنت او اليوت شيب اللي كانوا السبب في تكوين اليوت شيب هم مين؟ البلبس كوردس وكمان البريمتيف فينتريكل. وطبعا عندك فوق هنا ترانكس ارتيريوزس، وتحت تحت البريمتيف فينتريكل هتلاقي الاتريوم، وبعد كده الساينس فينوسس. تمام. بعد كده برضه بيقول لك ان باقي التشامبرز هي كمان من حقها اللي هي تكبر، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها اس تشيب. بعد ما كان يو تشيب لا ده باقي التشامبرز اهي تانيها تفضل تكبر لحد ما تديني في الاخر ايه؟ الشكل اللي هو اس تشيب. نفس الترتيب بتاع التشامبرز، في الاول خالص الترانكس ارتيريوزس، بعد كده البلبس كوردس، بعد كده الفنتركل والاتريوم والساينس فينوسس. تمام. بص معايا على الصورة دي، هي نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بالظبط. لو جيت تبص على اول حاجة الديسكس بتاعتنا زي ما انت شايف كده هتلاقي الكارديوجينيك اريا اهي،
الكارديو جينيك اريا فيها السيلز بتاعتنا اللي هيكون لي الكارديو فاسكولار سيستم، يعني فيها الانجيو بلاستيك سيلز اللي هيكون لي او هتديني 2 هارت تيوبس بيتحدوا مع بعض بيكونوا لي هارت تيوب واحده. الهارت تيوب دي بيحصل فيها دايليتيشن اند كونستريكشن، بتتقسم لخمسه تشامبرز. بعد كده مقدار النمو بتاع البلبس كوردس والبيرمتر فينتريكل بيكون اسرع من باقي التشامبرز، فيحصل بند انحناء ويكون يو شيب. اليو شيب ده بعد كده بيتحول ل اس شيب. الاس شيب ده يعني بقى كده ليه؟ لان طبعا باقي التشامبرز كمان حصل لها اكسبانشن اند دايليتيشن، في الاخر خالص هيديني الشكل النهائي بتاع الهارت. حاجه مهمه برضو نسيت اقولها، ان الكارديوفاسكولار سيستم ده اول جهاز بيتكون في جسم الانسان. طيب بيتكون عند اليوم الكام بالظبط؟ اليوم ال 18 بيبدا الهارت في البيتنج بوم 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 بوم. في الظرف كام او في اليوم الكام؟ 22 ل 23. تمام كده؟ تمام.